بسم الله الرحمن الرحيم، حياكم الله أعزائي الطلاب في فيديو جديد. سنشرح في هذا الفيديو بطاقة رقم 2 من بطاقات التعلم الذاتي لفيزياء الصف الحادي عشر. سنشرح إن شاء الله بطاقة طرق شحن الأجسام الكهربائية. سنبدأ في البداية أن هناك 3 طرق، وهي طرق الشحن بالدلك والشحن بالحث والتأثير والشحن باللمس. طبعا كل طريقة تتميز في أمر معين وخاصية معينة من حيث الأجسام أو من حيث طريقة الشحن. فمثلا في الشحن في الدلك لابد أن يكون الجسمين متعادلين في الشحنة ومن مادتين عازلتين، وهنا مختلفين تنتقل الأجسام، بمعنى أن يكون مثلا أحدهما من الصوف والآخر من البلاستيك أو من الزجاج والحرير، بمعنى مختلفين من حيث نوع المادة وليس من حيث نوع الشحنة، حيث تكون الشحنة متعادلة. تنتقل الإلكترونات من أحد الجسمين إلى الآخر، بحيث يكون عدد الإلكترونات التي تفقدها هو أحد عدد الجسيمات مساوي لعدد الإلكترونات التي يكتسبها الآخر، بمعنى أن هناك جسم سيكون موجب والآخر سيكون سالب. فمثلا عندما ينتقل الحرير، فالحرير ستنتقل إليه الشحن السالبة، بينما الزجاج يتبقى لديه الشحن الموجب، فيصبح الزجاج هو موجب الشحنة والحرير هو سالب الشحنة، لكن في النهاية عدد الشحنات الذي افتقدها أو الإلكترونات التي فقدها الزجاج ليتحول إلى موجب هو نفس عدد الإلكترونات الذي اكتسبها الحرير فتحول إلى سالب. الشحن بالحث الكهروستاتيكي أو التأثير، وهنا لابد أن يكون الجسمين جسم مشحون والآخر غير مشحون دون أن يحدث تلامس، لكن في الطرف الأول حدث تلامس، بحيث يشحن الجسم الثاني بشحنة قريبة مخالفة لشحنة المؤثرة. بمعنى لو قال عندي شحنتان، وهنا سيتم الشحن بالتأثير، وكون هنا الشحنة موجبة فسيكون هنا السالبة، بينما طبعا الشحنة القريبة من الشحنة المخالفة تكون مخالفة لها في الشحنة، بينما الشحنة نفس الشحنة تبتعد إلى الطرف الآخر، وبالتالي هنا وكأنك تقوم بعملية إعادة توزيع. لماذا؟ لأن نحن نعرف أن الشحنات المتشابهة تتنافر بينما الشحنات المختلفة تتجاذب، فالشحنة القريبة من الشحنة المؤثرة تكون عكسها، بينما البعيدة تكون نفسها، وفي هذه الحالة يكون إعادة توزيع للشحنات في الجسم الغير مشحون بتأثير الشحنات المجاورة عن طريق خاصية التنافر والتجاذب للشحنات. الشحن باللمس أو التوصيل، تلامس جسم مشحون بآخر غير مشحون، مما يؤدي انتقال الشحنات من الجسم غير المشحون إلى المشحون إلى غير المشحون بالتساوي، حتى تصل إلى تماثل الجسمين، بمعنى أن هناك جسم مثل مكون عندك مثلا وعاءين من الماء، أحدهما يكون مملوء لآخره والآخر مملوء نصفه عند توصيلهما، فإن الماء ينتقل من الأعلى للأقل حتى يحدث تساوي، وهنا بنفس المثال. بالنسبة للجزء طرق الشحن كهربائيا، تعتمد طرق الشحن على مبدأ حفظ الكتلة، مبدأ حفظ الكتلة أو حفظ الشحنة. لماذا؟ لأن الشحنة لا تفنى ولا تتحدث، لكن تنتقل من مكان لآخر. يريد منك أن تعمل مقارنة بين الشحن بالدلك والشحن بالتأثير والشحن باللمس. أول شيء، طبيعة الجسمين موصلين أو من مواد عازلة. طبعا في البداية لابد أن يكون هنا المواد تكون عازلة، لكن هنا تكون مواد موصلة، وباللمس تكون موصلة. لماذا؟ لأن أحدهما يكون مشحون والآخر غير مشحون. شحنة الأجسام قبل عملية الشحن هنا تكون متعادلة، لكن هنا متعادلة، فبالحث أحدهما مشحون
والآخر غير مشحون، والآخر يكون غير مشحون. وبالمثل في هذه الأمر باللمس، شحنة الأجسام بعد عملية الشحن تكون أحدهما يكون موجب والآخر يكون سالب، بمعنى أنه هذين الجسمين يكون أحدهما موجب والآخر سالب، فيكون شحنتين مختلفتين، يصبح شحنتين مختلفتين. الشحن هناك يكون الطرف القريب من الطرف القريب من الجسم من الشحنة المؤثرة، طبعا الشحنة المؤثرة تكون في الجسم المشحون، والطرف القريب في جسم الغير مشحون من الشحنة المؤثرة يكون مخالف للشحنة، لكن بمعنى هناك توزيع الشحنات، يعني الطرف البعيد يكون نفس الشحنة كما رسمنا سابقا. الشحن باللمس يصبح متماثلين، الشحنة تكون متماثلين حتى لأن الشحنات تنتقل من جسم إلى آخر. في السؤال الآخر، ماذا يحدث عند تلامس موصل مشحون بشحنة موجبة مع موصل متعادل الشحنة؟ في هذه الحالة تنتقل الشحنة السالبة من الموصل المشحون بشحنة سالبة عند تلامس موصل مشحون بشحنة موجبة مع موصل متعادل الشحنة، تنتقل الشحنات السالبة من الموصل المتعادل الشحنة إلى الموصل المشحون بشحنة موجبة حتى يتساوى جهد كل من الموصلين، لأن هذه الطريقة تتم عن طريق الشحن بالتلامس. الثاني، شحن مادة عازلة بالحث. طبعا هل يمكن شحن جسم من مادة عازلة بالحث؟ لا يمكن ذلك، لأن الشحن في المواد العازلة لا نستطيع الحركة من مكان، الشحنات في المواد العازلة تستطيع الحركة من مكان لآخر خلال الموصل. ماذا يحدث عند ذلك القضيب من البلاستيك بقطعة من الصوف؟ فإنه سيصبح هناك شحنتين فإن مختلفتين، حيث أن الشحنات السالبة تنتقل أو الإلكترونات من جسم إلى آخر، فيصبح هناك جسمين مختلفين في الشحنة، سيصبح هناك، فمثلا شحنة الصوف ستكون مختلفة عن شحنة البلاستيك، حيث أن الإلكترونات ستنتقل مثلا من البلاستيك إلى الصوف. شكرا لحسن استماعكم، لأنها طبعا هذه تكون بطريقة الدلك، وطريقة الدلك تكون الأجسام المختلفة من حيث نوع الشحنة. طبعا سنشرح إن شاء الله في المحاضرة القادمة القوة الكهربائية بين الشحنات، وهي بطاقة رقم 3. شكرا لدعمكم، ونرجو أن تنشروا هذه القناة بين أصدقائكم وأحبائكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.